كم أنتم وكل أبناء شعبنا. حياك الله. يعني مركز الحسن لعلاج السرطان تطلعنا بداية على مجمل المبالغ التي تم التبرع بها، وما هي الأسقف الفعلية لعملية البناء، وكذلك أيضا يعني مباشرة الخدمة لتقديم العلاج؟ أسعد الله صباحكم مرة أخرى. يعني مركز خالد الحسن لعلاج مرضى الدم والسرطان هو مفخرة للشعب الفلسطيني أن يتم إنجاز هذا المشروع بأموال فلسطينية وبتبرعات من كل مواطن فلسطيني لخدمة مرضى السرطان، وعمل تغيير إيجابي في حياة مريض السرطان، وإيجاد مركز للرعاية الصحية الشمولية تحت سقف واحد لمريض السرطان الذي كان مشتت بين عدة مناطق علاجه مما كان يؤثر عليه بشكل خطير جدا. لكن هذا المركز سيوفر حل لكل هذه القضايا، بالإضافة أنه يعني شيء نوعي سيكون في فلسطين، ويعتبر تجربة نوعية لشعبنا أنه هل يمتلك الإرادة ليقوم بعملية بناء مركز مثل هذا المركز أم أنه لا يستطيع ذلك. أنا في اعتقادي أن الشعب يخوض كل هذا النضال منذ أكثر من 70 عام، اعتقادي هذا الشعب قادر على أن يبني هذا المركز بزمن قياسي، وأن يصبح أحد معالم الدولة المستقلة إن شاء الله، لكي يقدم الخدمة لكل أبناء شعبنا أمراض السرطان. هذا المشفى يعني كمقدمة سيكون سعته 400 سرير، وسيبنى على مساحة 7 دنومات تقريبا في منطقة سرقة، ويحتاج طبعا رأس ماله يتم استكمال بناؤه بالكامل ويكون جاهزا للتشغيل إلى ما يقارب 250 مليون دولار. وهذا المبلغ علينا نحن كشعب فلسطيني أن نتعاون في أن نجمع هذا المبلغ في زمن قياسي لكي يبدأ هذا المركز عمله في الفترة الزمنية الأقل من التي حددت له، حتى نتحدى أنفسنا ونتحدى كل الصعاب التي يواجهها شعبنا في هذه المرحلة، وأن نثبت للعالم أن فلسطين تستطيع. وبالتالي حملة التبرعات لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وهنالك جهود مستمرة خصوصا للفلسطينيين رجال الأعمال في الشتات الفلسطيني. يعني الحملة لم تتوقف ولن تتوقف، والقضية ليست مرتبطة فقط برجال الأعمال الفلسطينيين. فاعتقادي أن أي مواطن فلسطيني يجب أن يقدم بالشكل، نستطيع أن نبني هذا المركز ليس بعيدا عن شعبنا. هناك دول عربية شقيقة نجحت في هذا في مثل هذه المشاريع واستطاعت، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة ربما أسوأ من فلسطين حتى، ولكن استطاعت أن تبني مراكز أضخم من هذا المركز. وبالتالي نحن في فلسطين اعتقادي أننا نستطيع ذلك، ونستطيع أن نعمل ذلك إذا كان هناك نوايا للتكاتف والتعاطف في جمع المبلغ وتحفيز كل المواطنين، كل مواطن فلسطيني أن يكون له سهما في هذا المركز، لأنه في النهاية هو يخدم أبناء شعبه ويخدم ابن بلده وابن قريته وصديقه وابنه لعدم الإصابة بهذا المرض إن شاء الله، لأنه سيكون في إمكانية للكشف المبكر وعمل فحوصات الكشفية المسبقة للتأكد من عدم وجود مرض السرطان، ومن ثم برامج التوعية والتفكير الحد من انتشاره في فلسطين. نعم، إلى جانب يعني المكان المعدات نبحث أيضا عن طاقم طبي، مؤهلات الطاقم الطبي لهذا المركز. طلع وزارة الصحة الفلسطينية، في هناك لجنة فنية بحكم أن معالي وزير الصحة هو نائب رئيس مجلس الأمناء لهذا المركز، وضعت لجنة فنية لتقوم بتحديد التخصصات المطلوبة لهذا المركز في كافة الأقسام، وبدأت بالإجراءات التحديد الأشخاص للتدريب على هذه التخصصات التي نحتاجها، سواء كان تدريب على مستوى اختصاص فرعي أو تدريب على مستوى دورات قصيرة الأجل على تقنيات محددة، وتدريب أيضا المختبرات والأشعة والتمريض على هذا المركز نظرا لحساسيته ووضع مريض السرطان. وبالتالي في اعتقادي أننا يعني نتعامل بإجراء تكاملي فيما بين الإجراء الفني والهندسي والإجراء الطبي في هذا المركز، لكي يتم افتتاحه بشكل متزامن وتكون كل الإجراءات اللازمة له جاهزة إن شاء الله. يعني ونحن يدا بيد وشاكل عشاكل بفرق خصوصا في تقديم هذا الأمل لكافة العائلات الفلسطينية، لكافة المرضى في من هذا المرض.